يعيش العاملون في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية قصصا ومواقف مؤثرة بسبب صعوبة الظروف والتحديات التي يواجهونها في مكافحة الجائحة، كما أن بعضهم تعرض للإصابة بالفيروس أو عرض أفراد أسرته للخطر. قصص ومواقف يتعرض لها أبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والمساندة، يواجهونها بكل شجاعة وجسارة رغم ما تحمله تفاصيلها من آلام وصعوبات، بل أن بعضهم قد تعرض بنفسه للإصابة بكورونا ولأكثر من مرة. واليوم أنا طبعا أبسط مثال لموظف تعرض إلى أزمة كورونا مرتين. تعرضت إلى أعراض شديدة منها الكحة، نقص الأكسجين، ضيق تنفس، لدرجة أدخلت الوالد والوالدة المستشفى، تعرضوا إلى نيمونيا. الحمد لله طلع اللقاح، خذينا بادرنا بأخذ اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي. هاي كان طبعا العام في جولاي 2020. السنة في مي 2021 طبعا بحكم وظيفتي في مستشفى الشام، في مستشفى الشامل، طبعا تعرضت للإصابة الثانية لله الحمد، يعني الإنفلونزا خفيفة مثل ما نقول، بس الحمد لله من بعد أخذ اللقاح ما عندي أي مشاكل رئوية، ما في ضيق تنفس. طبعا الحمد لله ولك الشكر، العائلة لم يصاب أي شخص منها بحكم أخذها معي اللقاح. كما أن للمواقف اليومية التي يواجهها العاملون في صفوف الأمامية وقع شديد تتطلب صبراً وقوة تحمل استثنائية. من المواقف الصعبة اللي تمر علينا أحياناً خصوصاً في هالفترة أن نشوف كذا مريض بالكورونا، يعني مرقد عندنا من العائلة الواحدة، ويكون في واحد منهم تعبان، في حالات وصلت إلى حالات الوفاة يعني، فيظل له الفرد الثاني من العائلة يظل يسأل. طبعاً هالموقف واجد يكون صعب علينا، يعني شلون نحاول نتفادى خبره أخبار سيئة عشان لا نأثر على نفسيته. ومن واقع تلك القصص والمواقف يحرص الأطباء على توجيه رسائل مباشرة تدعو إلى الالتزام والوعي. جاتني مريضة ولدها في حالة حرجة، يعني في ICU مرقد، وطبعا هي كانت وقتها ان غير مصابة، يعني يوم ولدها يكون مصاب هي كانت غير مصابة لانه هو كان يحاسب. انزين، بس جات واحدة من اهلهم عشان توسيها وهي مصابة، الحين الام ويا الولد في ICU. اللحظات العصيبة التي يمر بها افراد الكوادر الطبية والتمريضية تتطلب من الجميع وعياً ودعماً ومساندة لجهودهم الجبارة وتضحياتهم المقدرة.